إذن رندا، يعني ننتقل إلى العالم من حولنا لنقف على تفاصيله وإلى أين يتجه وكيف يسير. ولا شك في أنه مسائل رفع الفائدة والتضخم وبيانات الوظائف الأمريكية هي المؤشرات الرئيسية. أحمد عزام محلل الأول أسواق المال في مجموعة إكويتي معنا في هذه الأثناء. أحمد أهلا وسهلا بك، كيف نقرأ المتغيرات الأخيرة في توجهات الفيدرالي الأمريكي في المرحلة المقبلة مستصحبين التوظيف وبيانات التوظيف الأخيرة ومعدلات التضخم في هذا البلد؟ صباح الخير الطيب ورندا. نعم، بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، يوم الخميس القادم بيانات التضخم الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى يوم الجمعة بيانات الوظائف كانت تعتبر قراءة جيدة جدا، ليس فقط في قطاع التوظيف، إضافة 217 ألف وظيفة، البطالة مستقرة. هناك طيب إشارة جيدة بالنسبة لي أو سيئة عفوا بالنسبة لأرقام التضخم هي بيانات الأجور 4.1% على أساس سنوي. كلما كانت بيانات الأجور مرتفعة تعني أن هناك إمكانية لتسجيل أرقام التضخم بعض الارتفاعات. فبيانات الوظائف الأمريكية على ما أعتقد هي جيدة بالنسبة للاقتصاد، هي سيئة بالنسبة للمستثمرين في ظل التوقعات بالنسبة لأسعار الفوائد أو تخفيض أسعار الفوائد في شهر 3/2024. عندما ننظر إلى حيثيات البيانات، ضغطت بشكل أكبر الطيب على إمكانية عدم تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3. أصبح لدينا الآن بيانات وظائف جيدة، مرونة في بيانات الوظائف، اقتصاد لحتى الآن يعتبر مرن، مخاوف من إمكانية تسجيل التضخم بعض الارتفاعات. يوم الخميس قد يكون هناك ثبات لأرقام التضخم 3.2% على أساس سنوي الطيب، تعتبر هي قراءة السابعة ضمن مستويات 3%، لا تزال أعلى من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. لكن بعد 3 أشهر إلى 4 أشهر هناك الطيب، عندما نحسب المتوسط الحسابي لقراءة التضخم 12 شهر سنزيل قراءات 6% والأعلى من 6%، فبالتالي تسجيل قراءات ناعمة، قراءات باردة للتضخم قد تكون صعبة بعض الشيء على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي شهر 3/2024 هناك على ما أعتقد بعض المبالغة في التفاؤل بالنسبة للأسواق لتخفيض أسعار الفائدة، ما لم يأتي هناك بيانات غاية في خارج التوقعات في الفترة القادمة هنا الطيب. نعم أحمد، يعني بالنسبة للتحركات ما نرغبه في ظل كل هذه الأرقام وتحديدا البيانات، الأصول ربما توجهاتها أين تتوقع ربما تركيز الأكبر اليوم بالنسبة للمستثمر؟ وشهدنا تحركات سريعة لعوائد السندات بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي. نعم رندا، عوائد السندات عرضة بشكل كبير جدا طبعا لتسعير تخفيض الفوائد أو تسعير الفوائد بشكل عام. على ما أعتقد السندات قد يكون هو المهرجان أو الكرنفال في عام 2024 رندا، عندما ننظر إلى التقلبات الكبيرة في عام 2023 قد تصحبنا أيضا تقلبات كبيرة في عوائد السندات 2024، خاصة بأن حتى الآن نحن عرضة لتسعير الفوائد، اختلاف كبير بين ما تتوقعه الأسواق وبين ما يمليه الفيدرالي الأمريكي أو ما تمليه حتى البنوك المركزية في اجتماعاتها. التوقعات بشكل كبير لتخفيض أسعار الفوائد 6 مرات، بينما البنوك تتجه أو الفيدرالي تحديدا إلى 3 مرات لتخفيض أسعار الفائدة. الاختلاف هنا بين التوقع وبين إشارات الفيدرالي الأمريكي قد تعطي عوائد السندات بعض الصدمات في عام 2023. صدمة عدم تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3 قد تعطي عوائد السندات بعض الارتفاعات. فبالتالي أعتقد أن السندات الدولار الأمريكي بعد شهر 2 قد يكون هو الأقوى في الفترة القادمة، لأنه كما نعلم صدمة الأسواق أو الأسواق سعرت تخفيض أسعار الفائدة. عندما تأتي بعدم تخفيض أسعار الفائدة قد يكون هناك صدمة، فبالتالي عوائد السندات قد تسجل بعض الارتفاعات رندا، وكذلك الدولار الأمريكي في الربع الأول. نعم، دعنا نذهب إلى الضفة الأخرى من الأطلسي فيما يتعلق بأوروبا، والتي تسرعت فيها أيضا معدلات التضخم، ما قد يبطئ من وتيرة الخفض السريع في القارة العجوز. كيف ترى ملامحها وفق هذه المعطيات؟ على ما أعتقد الطيب، الاختلاف بين اقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها الأسواق إمكانية تخفيض أسعار الفائدة كانتصار، كاتجاه لهندسة الهبوط الناعم، بينما في الاتحاد الأوروبي النمو سلبي جدا. عندما ننظر إلى التضخم أيضا سجل بعض الارتفاعات 3%، نعم 3% تعتبر جيدة على ما كنا عليه عند الذروة، لكن 3% لا يزال هناك متسع من الوقت لتسجيل انخفاضات الطيب. فبالتالي تسعير تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو إجبار، الخوف من التضخم الركودي أو الركود التضخمي في الفترة القادمة. عندما نصل إلى
قراءة سلبية أخرى بالنسبة للنمو الاقتصادي قد تكون سيئة جدا، دخول مرحلة الركود، فبالتالي تضخم مرتفع، ركود أيضا في الاتحاد الأوروبي، فبالتالي الهبوط القاسي قد يكون هو السيناريو المتواجد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فبالتالي تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصادين مجبر للاتحاد الأوروبي أن يحتسبها الأسواق خوفا من الدخول في مرحلة سيئة جدا. كذلك الإنتاج الصناعي، طيب هناك سلبي وإشارات سلبية كبيرة جدا، الطقس والشتاء البارد قد يضغط بشكل أكبر على الإنتاج الصناعي في الفترة القادمة، فبالتالي كل ما متواجد أو كل ما هناك حول الاتحاد الأوروبي على ما أعتقد إشارات سلبية جدا. فالتخفيض الأسعار فائدة هو إجبار وحل إجباري بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، فقد نسمع في الاجتماع القادم نبرة حمائمية بالنسبة لكريستين لاغارد على غير العادة، ثم التخفيض أسعار الفائدة في منتصف المنتصف الثاني من عام 2024. أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.